الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود ذو العرش فعال لما يريد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في والله من ورائهم محيط.
Thank you.
صدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن إلى الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة
خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم
الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا نستمع خاشعين ومنصتين إلى خير الكلم، إلى تلاوة مباركة من كتاب الحميد المجيد، تلاها علينا فضيلة الشيخ محمود علي البنا، ونقلناها لكم من رحلة الجنة. وانطلق مدفع الإمساك ليعلن بدء صوم يوم جديد من أيام الشهر المجيد، ونستمع إلى الابتهالات الدينية من فضيلة الشيخ محمد سكر. لا إله إلا الله، لا محمد رسول الله حقا وصدقا. سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الإخوة المؤمنون، وإلى أن يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه الابتهالات والتواشيح الدينية من الشيخ نصر الدين توبار، والتي كتب كلماتها الشيخ الصاوي شعلان.
سبحانك يا من بذكره تطمئن القلوب يا من يسبق عفوه إلى النادم قبل أن يتوب ولا يحجب رزقه عن العصاة بما اقترفوا من أغننا بالفقر إليك عمن عداك اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك أغننا بالفقر إليك عمن عداك